حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، واهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف العراقيه والدوليه بعد اهم العناوين. نبدا من الزمان. احتجاجات غاضبه في ثلاث محافظات للمطالبه بالكهرباء ورواتب العقود. في المدى انسحاب مزيد من الاحزاب والتحالفات السياسيه يرجح فرضيه تاجيل الانتخابات. في عربي 21 الغنوشي يدعو التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لاسترداد الثورة. في صحيفة لوموند قرارات قيس سعيد تقوض الديمقراطية التونسية الفتية. وفي العربي الجديد قيس سعيد يقود انقلابا على الدستور والنظام السياسي في تونس. نقرأ في صحيفة الزمان التعليم وجه الجامعات بالاستعدادات القصوى للامتحانات الحضورية. وفي الشرق الأوسط الرئيس التونسي يعلن تجميد البرلمان وتعليق حصانة النواب وإقالة رئيس الوزراء. التخادم بين الإرهاب وحكومات الدول الفاشلة تحت هذا العنوان كتب إياد العنبر في العراق. تبدو الهجمات الإرهابية محاولة عبثية لزيادة الفوضى، قد لا تكون أخبار حوادث التفجيرات التي تتبناها الجماعات الإرهابية والتي تحصد أرواح الأبرياء حدثا جديدا في العراق، لأن حكايات الموت في العراق أصبحت خبرا اعتياديا. فمن لا يكون ضحية للهجمات الإرهابية بسيارة ملغومة أو انتحاري يفجر نفسه في الأسواق أو بعبوة ناسفة مزروعة على قارعة الطريق، قد يواجه الموت من جراء تراكمات الفساد والإخفاق التي دمرت البنى التحتية وأهمها المستشفيات، والتي تحولت إلى مكان للموت حرقا بدلا من اكتساب الشفاء. رغم أنك تشاهد مظاهر الانتشار الأمني في الشوارع والحواجز الأمنية في مداخل المدن، لكنك تشعر بأن وظيفتها ليست لحمايتك بالقدر الذي توحي بأن وجودها هو للتضييق على تحركات المواطنين الذين بات عليهم الانتظار طويلاً في طوابير السيارات بانتظار الوصول إلى حاجز التفتيش الأمني، والذي ينتهي بسؤال ساذج: من أين تأتي؟ وإلى أين تذهب؟ وهل تحمل سلاحاً؟ الأمن في العراق لا يزال يدار بطريقة تقليدية جداً، فهو يعتمد على الانتشار الأمني المكثف في محاولة لمواجهة الخروقات أكثر من اعتماده على الخطوات الاستباقية التي تحبط العمليات الإرهابية أو على الأقل تحد من أضرارها. وغالباً ما نجد الإجراءات الأمنية تأتي لاحقة لحدوث الخرق الأمني وليس سابقة له. والمفارقة الأكثر تعقيداً هي الترابط بين الخلافات السياسية والهجمات الإرهابية، إذ غالباً ما تكون توقيتات العمليات الإرهابية مرتبطة بتصاعد الخلافات السياسية، أو قد تحمل رسائل معينة باستهداف مناطق محددة. ولكن المشكلة الرئيسة تبقى أن المواطن المغلوب على أمره يكون هو الضحية، وهو من يدفع الثمن. وأضاف الكاتب: نجد الحكومة والقوى السياسية وجيوشهما الإلكترونية بدلاً من أن تكون في موقف محرج بسبب العجز والإخفاق في حماية المواطنين، باتت تستفيد من تلك الهجمات الإرهابية وتحولها إلى دعايات سياسية لحرف الأنظار عن مشكلات سياسية وأمنية واقتصادية تعصف بالبلاد. أو في الجانب الآخر، هناك خطاب سياسي يحاول تحشيد الرأي العام باتجاه عودة الطائفية، ويبدو أن الجماعات الإرهابية بحسب تعبير الكاتب تقدم خدمة مجانية للحكومة. رسم معهد أوبن ديموكراسي الديمقراطية المفتوحة رسم صورة قاتمة عن العراق، مؤكدا أن الديمقراطية على النمط الغربي أخفقت في العراق، مما تسبب بقيامة اقتصاد بائس وحكومة غير فعالة ومزيد من المعاناة للعراقيين.
وأوضح المعهد الأمريكي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز أن العراق عام 2021 لا يزال يعاني فقرا وظلما وصدمة في الخسارة الكبيرة بالأرواح والعيش مع الخوف اليومي، ويعاني العراقيون أيضا إحساسهم بالعجز والهزيمة والإذلال. إن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا في العراق وبدعم من التحالف الأمريكي البريطاني الذي غزا واحتل العراق قتل حتى الآن في إطار الحرب على الإرهاب أكثر من 4000 مدني من خلال القصف والهجمات لسحق التمرد، كما أن قوات الشرطة والميليشيات التي تدعمها قتلت مئات المتظاهرين في جميع أنحاء العراق، فيما سمحت الحكومات العراقية بقتل آلاف آخرين في غارات جوية شنتها قوات التحالف والميليشيات المدعومة من إيران مثل الحشد الشعبي. وأشار التقرير إلى أنه منذ ذلك الوقت وصل 4 رؤساء وزراء إلى السلطة في العراق بالإضافة إلى 3 رؤساء، وبرغم ذلك لم ينجح أي منهم في الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب العراقي المتمثلة بإنهاء الفساد ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للعدد المتزايد من الشباب والمتعلمين وتوفير الأمن. وأوضح التقرير أنه بين عامي 2003 و2020 كانت الثوابت الوحيدة القائمة تتمثل بالعنف الطائفي والإرهاب والفقر وانتشار الأسلحة والجريمة وعدم الاستقرار السياسي والانهيار الاجتماعي والشغب والفوضى والفشل الاقتصادي. وذكر التقرير أن المتظاهرين الذين يحملون العلم العراقي يطالبون بوطنهم الذي تنتهك فيه حكومتهم حقوقهم الإنسانية وتخفق في توفير الفرص أو الضمانات الاجتماعية والصحية والتعليمية لأبناء الوطن. هذا واستبعد التقرير أن تخلق الانتخابات المقبلة تغييراً لأن الوضع الأمني يجعل المشاركة السياسية صعبة ويتسبب بشكوك عن الشرعية، وأنه في ظل غياب المحاسبة فإن الإحساس بالعدالة يكاد يكون مستحيلاً. عن وهم الانتخابات وحلم التغيير كتب طلال بركات في موقع كتابات مقالاً جاء فيه: الرقابة الدولية على الانتخابات لن تجدي نفعا في ظل الأوضاع السائدة في دولة الكريمة فيها للأحزاب التي تريد البقاء بقوة سلاح الميليشيات التابعة لها والتي تعمل خارج إطار الدولة، بمعنى لا فائدة من هذه التمثيلية السخيفة بحسب تعبير الكاتب وصرف المليارات من أجلها، والنتائج معروفة سلفا، لذلك لا خيار أمام الشعب العراقي المقهور من هذا الكابوس والظلم الممنهج إلا الذهاب إلى الثورة السلمية العارمة التي يفترض أن يشارك فيها الصغير قبل الكبير. لو قرر الشعب المشاركة سوف يضفي ذلك الفوز شرعية قانونية تجعل الفائزين زوراً وبهتاناً يتبجحون أمام العالم بنسبة المشاركة العالية في الانتخابات وأنهم جاءوا بإرادة شعبية، وهذا ما سوف تؤكده سفارات المجتمع الدولي المنافق ومديرة مكتب الأمم المتحدة في بغداد الضليعة بالكذب والنفاق والمشهود لها في فبركة التقارير لصالح الطبقة الحاكمة. والمضحك أنها تقول سنقدم الدعم لمفوضية الانتخابات لمنع التزوير، ثم غيرت من لهجتها عندما علمت أن فرص نجاح الأحزاب باتت تتقلص، فأخذت تروج إلى عدم إمكانية الانتخابات من الناحية الفنية واللوجستية، بمعنى عدم قبول إجراء الانتخابات ما لم يكن هناك ضمانات لعودة نفس الوجوه، لأن الغاية من الانتخابات إطفاء الشرعية على حكم اللصوص في مجتمع مغيب بعمائم الجهل ولا يعرف من الديمقراطية إلا التبعية لفتاوى المعممين. لذلك واهم من يعتقد أن الانتخابات هي الحل، لأنه من الغباء التصور أن المالكي والعامري والخزعلي ومقتدى الصدر سيقرون بالخسارة ويتركون المشهد بسلام، بينما الصدر اعتبر رئاسة الوزارة من حصته قبل الانتخابات، يعني لو رئاسة الوزارة لو أحرق البلد،
والذي يحرق مستشفيات في سبيل مصالح مالية لا يبالي في حرق البلد عندما يشعر بالخسارة السياسية. أضاف الكاتب: لا بد من تطبيق الصفحات الأخرى من ثورة العشرين، كما هو حال تطور مسارات الثورات عند شعوب دول العالم الذين يتطلعون إلى الحرية والعيش الكريم، بالرغم من أن شباب ثورة تشرين قطعوا نصف المشوار وحققوا كثيرا، إلا أنهم بحاجة إلى عقول الحكماء وحضن الأمهات وسواعد الشرفاء لحمايتهم من الاختراق بالمغريات أو التهديد أو الخطف. في صحيفة العربي الجديد نقرأ تقريرا عن مناطق شمالي العراق، فقد أعلن قائد عسكري كردي نزوح 300 قرية كردية تابعة لمحافظة دهوك أقصى شمالي العراق على الحدود مع تركيا بسبب أنشطة مسلحي حزب العمال الكردستاني، وحمل الأهالي حملوا الحكومة المركزية مسؤولية انفلات أفراد الحزب الذين يمثلون خطرا على حياة المدنيين في مناطق انتشارهم. قال ضابط في قوات البشمركة إن عناصر الحزب وبعد إطلاق العمليات التركية الأخيرة ضدهم خسروا العديد من مناطق تواجدهم في قرى وبلدات حدودية بفعل الخسائر التي منيت بها صفوف الحزب على يد القوات التركية، متهماً الحزب بأنه توجه للتوغل بقرى جديدة ومحاولة استخدام المدنيين كدروع بشرية في بلدات سدكان وسوران وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين ومناطق أخرى. وذكر الضابط للعربي الجديد أن الأهالي وخوفاً من استهداف العناصر من قبل القوات التركية أجبروا على إخلاء مناطقهم والتوجه إلى مناطق أكثر أمناً، وخلال هذا العام باتت عشرات القرى خالية من السكان، بينها قرى للمسيحيين وليس للأكراد فقط. وأضاف أن تحركات الحزب في القرى الكردية هي تحركات قتالية، حيث ينتقلون بسيارات عسكرية ومدججين بالسلاح، الأمر الذي يتسبب برعب لدى الأهالي، محملاً الحكومة في بغداد مسؤولية الأوضاع التي تعيشها تلك المناطق. يجب أن تتخذ الحكومة خطوات عملية لإخراج عناصر الحزب من مناطق العراق، سيما أنهم يتسببون بأضرار وخسائر كبيرة. ومؤخراً اتهم قائم مقام مدينة سنجار محمد خليل مسلحي الحزب بخطف مراهقين من القرى بغية تجنيدهم، فضلاً عن مواصلة فرض إتاوات بالقوة على القرويين الأكراد شمال دهوك وشرق أربيل. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أرامل أتروشي أكد لصحيفة العربي الجديد أن الأضرار الكبيرة التي تعرض لها أهالي تلك القرى يجب أن تتحملها الحكومة المركزية التي لم تتخذ أي قرار بحق أفراد الحزب، مضيفا أن الدعم الذي يحصل عليه أفراد الحزب من لدن الحشد الشعبي هو الذي شجعهم للبقاء في البلاد. حذر صحيفة أوبزيرفر في افتتاحياتها من دولة فاشلة جديدة في الشرق الأوسط مما سيجلب الفوضى إلى الغرب، وهذه الدولة المرشحة هي لبنان. وذكر الصحيفة أن الأزمة الواضحة للعيان في لبنان لم تحظى بأي اهتمام خصوصا من الساسة البريطانيين والإعلام البريطاني، وهذا خطأ كبير، ومن غير المستبعد أن يتحول هذا البلد إلى دولة فاشلة قريبا على قدم المساواة مع اليمن وليبيا، ولا يكون هذا كارثة لشعبه وإنما للمنطقة وأوروبا وبريطانيا كما أظهر لنا التاريخ الأخير. إن الأزمة في لبنان لها عدة وجوه، وأكثرها إلحاحا هي الكلفة البشرية المتزايدة، فقد أدى تخفيض قيمة العملة اللبنانية المزمن والتي فقدت 90% من قيمتها خلال 18 شهراً الماضية إلى خسائر فادحة للعائلات العادية، وينام نسبة 30% من أطفال لبنان جوعاً، وتعاني معظم البيوت من نقص المواد الغذائية، وأصبح نصف السكان فقراء. وأدى التضخم العالي الذي لم ينتج فقط عن ظروف التبادل التجاري وقت وباء كورونا، بل عن الإدارة المالية غير المسؤولة للمصرفيين والمسؤولين
إلى زيادة أسعار المواد الأساسية ومواد الطعام والوقود الذي لم يعد الدعم يغطي كلفتها الحقيقية، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض قاتلة مثل السكري والقلب لا يستطيعون الحصول على الأدوية التي يحتاجونها. وأضافت الصحيفة أن نسبة 30% من القوة العاملة في لبنان بدون عمل، ومن يعملون يراقبون انهيار قيمة رواتبهم وتبخرت أموال المتقاعدين. ويضاف إلى البؤس الناجم عن نقص المواد المستوردة انقطاع التيار الكهربائي الدائم. وحذرت منظمة الطفولة العالمية اليونيسيف من أن نظام المياه المهمل بات في غرفة الإنعاش، ولو انهار فسيعرض حياة 71% من السكان أي 4 ملايين نسمة للخطر. وترى الصحيفة أن تداعيات الأزمة انتشرت أبعد من هذا، فغياب الأمن وتزايد الفوضى يثير القلق، ويحتاج الجيش إلى 100 مليون دولار لتغطية الاحتياجات العاجلة 80,000 جندي. وكان مستوى راتب الجندي قبل الأزمة يصل إلى 800 دولار، أما اليوم فقيمته لا تتعدى 80 دولار. نشر صحيفة ساندا تلغراف تقريرا عن معتقل غوانتانامو، إذ سمح لمراسلتها جوسين سور بدخول المعتقل المثير للجدل في أولى زيارة لمراسل من الصحيفة منذ أكثر من عقد. وتساءلت الصحيفة، هل سيغلق بايدن أخيرا أكثر السجون إثارة للجدل في العالم؟ الرئيس جوزيف بايدن تعهد بالوفاء بوعد قطعه الرئيس السابق باراك أوباما، وهو إغلاق سجن غوانتانامو في كوبا. وبعد مرور 6 أشهر على رئاسته تزداد الشكوك بأنه سينفذ هذا التعهد. وفي الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان وتنهي أطول حرب في تاريخها، تستمر اللجان العسكرية بالمعتقل في المحاكمات بلا نهاية. وبقي في غوانتانامو بعد الإفراج عن مغربي الأسبوع الماضي 39 معتقلاً، ووجهت تهم إلى 11 منهم، 5 بتهم لها علاقة بهجمات 11 من أيلول سبتمبر 2001. وصدرت قرارات بالإفراج عن 10 سجناء قبل عدة أعوام، لكنهم معتقلون بدون توجيه تهم. وبحسب التقديرات يكلف كل سجين الولايات المتحدة 13 مليون دولار سنوياً، لكن المبلغ لا يشمل كلفة المحاكمات، ويتم نقل كل فريق المحكمة من الادعاء إلى فريق الدفاع والقاضي والمترجمين بالطائرة من قاعدة أندروز المشتركة قرب العاصمة واشنطن إلى الجزء الجنوبي من كوبا. وحتى هذا الوقت لم تصدر إدانات إلا بحق 8 سجناء من بين 780 سجيناً نقلوا إلى القاعدة من خلال محاكمات أو صفقة بين الدفاع والادعاء، ولكن 3 من الأحكام ألغيت وأبطلت 3 إدانات أخرى جزئياً. وهنا يحاول محامو الدفاع عن المتهمين بالمحاكم الفيدرالية الأمريكية بأن أي سلطة قانونية للحكومة لسجن موكليهم على وشك الانتهاء، إذ قالت المحامية هنسلر إن القضية عن هذه الحرب في أفغانستان قد انتهت. وأخبرنا الرئيس بايدن بهذا في الأسبوع الماضي، وأضافت وقعت الولايات المتحدة اتفاقية سلام مع طالبان قبل 1.5 عام، ولكننا لا نزال هنا، لذلك يجب الإفراج عن موكلي وإرساله إلى بلده. وإلى خبر اليوم من بومباي، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند، تسببت ب 127 قتيلا الأحد وفقا للسلطات، في حين لا زال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين. وغمرت المياه الساحل الغربي للبلاد منذ الخميس الماضي، وحذرت أجهزة الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة.
وتسبب التغير المناخي بزيادة وتيرة وحدة الفيضانات وانزلاقات التربة في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة من العالم وفقا للخبراء. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.